احمد وبيكلم لعيبته، محمد مغربي يطول لقدام، حلوه ممكن، خرج غلط الحارس، خطيره ممكن، غريب ممكن، غريب خطير، جول جول جول. علي عمرو هو اللي يسجل، واحمد سيد غريب بغرابه اول مره تيجي في القايم، انما اول اهداف فريق 2001 مع الدقيقه 18. هنشوف الحدوته من اولها، هجمه النادي الاهلي اللي بداها جلال احمد بدماغه بعد ما لمح كده الحارس في تحرك برضه غريب جدا لعلي عادل اللي قلنا عامل مباراه طيبه، واحمد سيد غريب اول مره يحطها في القايم. من اللقاء اللي فات احمد سيد غريب لما لعب اللقاء الودي عنده كده سوء توفيق، انما تحركات ايجابيه ليه